الأخوة المشاهدين نحييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم ويا هلا ويا ألف مرحبا فيكم في هذا البرنامج اللي دائما نحرص أن يكون ممتع ومفيد ونثري الجميع في اختيارات المواضيع اللي حنا دائما نبحث عنها ونحاول نبحث عن التنوع في المواضيع قدر الإمكان من قصة إلى قصيدة إلى سالفة جميلة إلى معلومة ثقافية في كل مجالات الاجتماعية الاقتصادية الدينية الشعرية الشعبية واليوم عندنا يعني اختيار جميل لأبو عبد الله وهو باذن الله, الله راح يبين لنا هذا الموضوع الله ونعطيه يسلمك على قولتهم المساحه ونسميها مساحه الله للراحه اي نعم الله <applause> يسلمك <applause> 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 تفضل يا ابو عبد الله احسنت أيوه احسنت يا ابو مطلق اول شيء اشكرك على هذه المقدمه بارك الله فيك انا ودي اتحدث عن قصيده فالحمد لله ان احنا انا مسرور صراحه ان في هذا البرنامج يعني قاعدين نحاول احنا نتنوع ونتكامل نعم. يعني انا اطرح القصائد بالذات في الشعر الفصيح نعم واعلام القصائد يعني احاول اني اختار اعلام القصائد وانت ايضا ما شاء الله عليك قاعد تختار اعلام القصائد في الشعر الشعبي و وتعرفنا على هذه الصفحه اللي كثير من الشباب اليوم واجيال اليوم يجهلونها فبارك الله فيك تسلم القصيده اللي انا بتكلم عنها في البدايه كعادتنا احنا نعرف بالشخصيات صحيح وبالظروف اللي تمخضت عنها هذا هذه القصيده او هذا الابداع الادبي يعني هذا الابداع الادبي مو واحد قاعد على على اريكته ولا منسدح على ظهره وجاء اندفعت القريحه بالكلام لا هذه جت بعد مغالبة وتقلبات يعني وأحوال وتجارب و مغامرات مغامرات مثل ما تفضلت يعني الشاعر هو الحسين بن علي الطغرائي وهذا الشاعر توفى في 515 عشر للهجرة وقصيده نالت عناية فائقة لدى العلماء شرحت شرحت في أكثر من ثلاثين شرح متخيل عبر التاريخ من سنة 500 من زمن الشاعر إلى اليوم تقريبا أكثر من ثلاثين شرح لهذه القصيدة والمدارس العلمية والفقهية في السابق كانت متنوعة صحيح هي تعلم الشريعة وتعلم القرآن والتجويد والفقه وكذا لكن أيضا كان من اهتماماتها وأولوياتها حفظ مقطعات أو قصائد من الشعر ذات المغزى والمعنى والحكمة والحلو فكان من ضمنها هذه القصيدة وهي قصيدة الطغراء أو, الطغرائي أو التي تسمى بلامية العجم لماذا تسمى بلامية العجم؟ لأن كاتبها أصول أعجمية وهي شبيهة أو مثيلة أو على غرار ما يسمى بلامية العرب وهي للشنفرة أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض من آ للكريم من الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلون وعرفاء جيأل هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل <applause> إلى آخر طبعا القصيدة البليغة جميل. اللي أيضا كانت محل ومحط عناية عند المدارس العلمية والفقهية والمهتمين في اللغة العربية للامية العرب وهي للشنفرة الشاعر <applause> الذي لقب بالشنفرة فهي هذه القصيدة تضاهيها يعني أو كانت <applause> على غرارها وشبهت بها ذيج لامية العرب لأن <applause> كاتبها عربي وهذه لامية العجم بينها وبينها وبينها يمكن ألف عام تقريبا جميل, يا ابو عبد الله يعني, هذه لاميه العرب وهذه لاميه العجم اي نعم وكلها يعني متقاربه في المعنى من في المعنى يعني متقاربه جميل يا نعم ابو عبد الله بس احنا ما ودنا نقطع حبل افكارك الله يرضى عليك وسردك الجميل الله يسلمك فعندنا فاصل بسيط اي نعم ونعود لجمهورنا الكريم الاخوه المشاهدين اهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجنا، برنامج وسم اللي هو برنامجكم ومكانكم وبيتكم ومحلكم. اي والله وما زال الحديث مع ابو عبد الله عن هذه القصه والقصيده واللمحات صراحه الجميله في الادب الله يسلمك وامتعنا يا ابو عبد الله يرضى عليك اخوي ابو مطلق قلنا ان احنا صاحب القصيده هو الحسين بن علي الطغرائي نعم والطغرائي هي نسبه لوظيفه وظيفه الطغراء والطغراء هي نوع من انواع الكتابه بدايته كان يكتب الطغراء والطغراء الكتب الرسميه في السابق اللي في الوزارات والجهات وال الرسمية. كان في خطاط يكتب ما يسمى بالطغراء والطغراء هي القاب التبجيل للملك التي تكتب فوق البسمله في الكتب الرسميه فصاحبها يسمى بالطغراء لاجل ذلك سمي بالطغرائي لكن بعد ذلك تنقل في 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 المناصب وصار وزير يعني. كان وزير طال عمرك الى للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي في زمن الدوله السلجوقيه في الموصل. حلو؟ حلو وظل فتره طويله مقرب عنده ومحل استشاره واهتمام وكذا حتى انقلب على مسعود بن محمد السلجوقي اخوه محمود. حلو؟ فصارت الدولة لمحمود فوزير محمود حتى يتخلص من أتباع السلطان السابق مسعود ادعى على صاحبنا الطغرائي بأن ألحد ويا الشهود على ذلك وفعلا بعد فترة يعني زادت عليه التهم حتى قتل بهذه التهمة وهو منها بريء وفي التاريخ كثير من مثل هذه الاحداث قد حدثت لهذا ينبغي ان احنا نتحرى واحنا نتكلم عن يعني لما نمر في في سيره هذا الشاعر ونقول والله الحد هو ما الحد لكن بسبب الخصومات السياسيه اتهم هذا الاتهام ومثل وايد في الحقيقه مثل هذا الشاعر اللي تعرض لمثل هذه التهمه كثير المهم في التقلبات اللي مرت فيه كتب قصيده من اروع القصائد كما قلت لك وشرحها عدد من العلماء واعتنوا بتحفيظها للابناء قصيدته يقول فيها أصالة الرأي صانتني لدى العطل لدى الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نائن عن الأهل صفر الكف منفرد كالسيف عري متناه عن الخلل فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جذلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقر العسالة الذبل وضج من لغب نضوي وعج لما تلقى ركابي وعجل الركب في عذلي أريد أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفل الله حلو هذا طبعا يعني هو قاعد هو استعراض ليوميات حياته سيرته الذاتية الصعوبات اللي واجهها في حياته كان مما جاء في هذه القصيدة أبيات حكم هي طويلة لكن في أبيات معينة أنا أود أني أركز دائرة الضوء عليها فيما تبقى لنا من الوقت يقول غالى بنفسي عرفاني بقيمتها هذا آه بيت, بيت, عجيب الله. شوف على الرغم من كل الصعوبات وكل محاولات الضغط عليه لكن هو كان مؤمن بذاته وقدراته ومواهبه فيقول غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي زين وكان مما جاء في هذا البيت يعني في هذا المقصد قال وان علاني من دوني فلا عجب لي اسوه بانحطاط الشمس عن زحلي وهذا معنى فلكي عجيب صراحه معنى فلكي عجيب لان الارض في الارض هي في المدار الثالث وزحل في المدار السادس او السابع فاذا دارت دار زحل وصار فوق زين وصارت الشمس متوسطه فصار كانه زحل صاعد عن الشمس. الله حلو. صورة, صوره بليغه يقول وان علاني من دوني فلا عجب لي اسوه بانحطاط الشمس عن زحلي فهو يشبه نفسه يشبه نفسه بالشمس في هذا المعنى ومثله يعني لما قال ابو العلاء المعري اذا وصف الطائيه بالبخل مادر وعير قسا بالفهاه باقل وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل وطاولت الشمس وطاولت الـ الأرض السماء سفاهة وطاولت وفاخرت الشهب الحصى والجنادل فيا موتزر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل هؤلاء يعني ترى اصحاب صور نفوس صور صراحة صور بليغه واصحاب نفوس عظيمه مؤمنين بامكانياتهم وقدراتهم واحترام وان كان احترام ذواتهم نعم واحترام ذواتهم وان كان الواقع يعني لا يعطيهم كفايتهم من التقدير, الله التقدير الله لا فضة الله يحفظك عبدال... ويسلمك بارك الله فيك ابو عبد الله وباذن الله نلتقي بالساده المشاهدين في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله